الكرا ديالو كيفاش كتخدمي، يعني عاودي لنا القصه ديال الحمد لله هادشي اللي قسم لي الله. ولدي مريض كنبغي نخدم ما كنجبرش معاه نخليه، وسميتو هادشي اللي قسم لي الله. ما كانش شي حد يشدو ليا وانا باغا نخدم. هو كيبغي محتاج ليكوش، محتاج الدواء، وعندي داك الدواء اللي هو صعيب ما خصوش، اللي هو مزمن ما خصوش ما يشربوش، ضروري كيشربوا بالوقيته ديالته. يعني الا ما عطيتوليش تقدر توقع عليه الله يستر شي حاجه. داكشي باش اللي قالت لي الطبيبه الا ما شربش هاد الدواء راه صعيب عليه، يقدر توقع ليه شي حاجه، يعمى او يصلط مسالو. داكشي باش كنضطر نخدم، كنبقى كيمشي النص ديال النهار نمشي نخدم عند شي وحده، وعاد نوكلو بكري وهذاك عاد باش نجي في حالي هكايا. كيبقى غير مع الختو، ما كيقبلوا ليا شدادي، ما كيبغوش. خاصني سميتو ضروري حتى ديك 12 ولا الوحده عاد نمشي عند شي حد هكايا. كنقول بعدا كنوكل شي شويه باش واخا بعد مرات كنجي معطله في الليل، كنقول بعدا كنراكل شي شويه، بعدا كنجي كاع غير مباشره ندخل المحل ديالي، خصني نهز هو الاول باش نوكلو. كنقول راه حيت فيه الجوع، حيت ما كانش اللي ما عطاتوش انا ما يعطيه حتى حد. دقيتي شي بيبان ديال الناس اللي ابدا ابدا ما كنقدرش كنقول نمشي نخدم ولا نمشي نتسلف ولا هذاك، ما عمرني ما دقيت شي باب، ما دقيتش شي باب. هاد السيده هي في الاول ما قدتش تواجهنا، جات واحد السيده اخرى هي اللي هضرات معنا وقالت لنا كاينه واحد السيده وكاينه واحد الحاله. قلت لها بغيت نشوفها، جات عندي المقر وداكشي. شفت سيده ما كتقدرش حتى تقول لكم عطيوني ولا اراو ليا ولا مكلوا ليا ولا هذا. قلت لها علاش هازه الولد فوق يدك؟ قالت لي ما عنديش لا شيز غولونط. قلت لها علاش ما مشيتيش طلبتي الكرسي المتحرك وهذا وهذا؟ قالت لك ما كنعرفش. الحمد لله قدينا نوصلوه ليها وهذا، ولكن هاد السيده مسكينه كتقول لك انا ما كنقدرش نقول للناس عطيوني، ما كنقدرش نقول للناس وصلوا. انتم كتشوفوا فين ساكنه، في بيت صغير. ميم الكرا قالت لك مشات عند مولات الدار اللي خدامه عندها، كتخدم عندها مره في 20 يوم ولا في 15 يوم. قالت لها سبقي لي الاجره باش نخلص الكرا، وهذا الشيء اللي بقى ما تحسبيه لياش، لان قالت لي ما عنديش فين نمشي انا وليداتي. ميم راه عندها بنيه عندها 13 عام كتقرا. يعني هاد السيده الله يحسن العوان بقات فينا بزاف وقطعتنا. قالت لك ميم الماكله الا ما مشيتش، راه قالت لك مول الحانوت الا ما مشيتش عنده قلت له تسلفني باش ناكل، ما عنديش فين نمشي نقول له يلا. الولد خصها ليه تحاليل، خصها ليه الدواء، خصها باش تمشي دير بلاصه دير الترويض. قالت لك ما عنديش باش نخلص فلوس. الحاله ديال هذا الوليد هذا يعني شنو تيبان لك خاصو؟ هذا الوليد خصو بعدا الدواء ديالو، خصو التحاليل، خصو ما ياكل كما تنقولوا حنا، خصو ما ياكل هذا الولد. حنا كنطلبوا من الله ان يسمعوا هذه الهضره، خصو ما ياكل هذا الولد. هاد المراه مسكينه ضعيفه لواحد القصه وعندها مشاكل اخرين لا داعي لذكرهم وما قدتش تقولهم. ميم حدا الجيران ما كتقدرش تقول شي مشاكل اخرى عندها خصوصيين ديالها، ما قدتش تقولهم، ما قدتش تواجه بهم الناس. دونك رساله للمسؤولين ان يشوفوا في هاد السيده ويشوفوا في هاد الوليد، لان في حق خصهم يشوفوا في هاد الوليد. هاد السيده ما لقاتش اللي يوصل لها صوتها، هاد السيده ما لقاتش اللي يوصل لها صوتها، ما عرفتش فين تدق. ميم مشات في السبيطار طلبات الناس في السبيطار، قالت لهم عافاكم الا كتعرفوا شي حد كيعطي الدواء ولا هذا. قالوا حنا ما تنعرفوا حتى شي حاجه. كتنعس في السبيطار، قالت لك ما كنلقاش اللي يجيب لي حتى خبزه ناكلها. عندها بنت عندها 13 عام، واش تقدر تدي بلاصه للمستشفى بنو سينا؟ ما تقدرش. عائلتها بعادين عليها في الصحراء. والديها اللي قالت لك اللي كانوا غيحنوا فيا الله يرحمهم، وكما تنقولوا هذا الزمان كله خراسو. دابا كنت عنده مرض الصرع، هو من الولاده. هذا الولد راه كما قالت لي الام ديالو راه من الولاده حالته هكا. كنعس لها في الانعاش، كان نعست به في السبيطارات عده مرات، كانت بزاف من حاجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.